المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الفضائية، أي فضائية الرسات، أحييكم أنا أحمد الشريف وأقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها كالمعتاد بالعناوين. الإريتريون في دول العالم ينددون بتمادي دكتاتور أسمرة في الاعتقالات التعسفية. العصابة الحاكمة في إريتريا تقوم بإغلاق المدارس الخاصة والمعاهد الدينية في إريتريا. رئيس الجالية الإريترية في مدينة ميلبورن يؤكد أن الإريتريين بخير جراء الزلزال الذي ضرب الولاية صباح الأربعاء. مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة ثانية من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التي أعدها الزميل إدريس أبو هاشم ويحررها الزميل عوض تسفى يوهنس كداني من الرسات الفضائية المستقلة. ندد الإريتريون في مختلف أرجاء المعمورة بسياسة الدكتاتور أسمرة، أي الدكتاتور إريتريا، ومجموعته الإجرامية فيما تقوم به من اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية للمواطنين. جاء ذلك خلال الذكرى 20 لاعتقال مجموعة 15 التي شملت عدداً من القيادات البارزة في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين المستقلين. وقد دعت المجموعة المعروفة إعلامياً بمجموعة 15 إلى تفعيل الدستور وإجراءات إصلاحات اقتصادية وسياسية ونقل السلطة إلى الشعب عبر إجراء انتخابات حرة نزيهة، السماح كذلك بتكوين أحزاب سياسية بالإضافة إلى إطلاق حرية الرأي والتعبير. كما طالبت المجموعة بمساءلة ومحاسبة الرئيس السياس على قراره الأحادي في إشعال فتير الحرب مع إثيوبيا التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشباب الإريتري. يذكر أنه في 18 من سبتمبر 2001 والعالم مشغول بأحداث 11 من سبتمبر خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، استغلت المجموعة الإجرامية وكعادتها في تنفيذ أجندتها تحت جنح الظلام، حيث قامت باعتقال المجموعة الإصلاحية واقتيادها إلى جهات غير معلومة وعشرون عاماً لا يعرف مصيرهم حتى الآن. وأكد مراسلو الرسات من خلال استطلاعاتهم للرأي العام في الداخل والخارج، قالوا أن ذكرى اعتقال المجموعة تأتي هذا العام والمجتمع الإريتري قد وصل درجة متقدمة من الوعي والإدراك، ما يجعله أكثر تماسكاً وقوة لمجابهة العصابة وتعريتها أمام الرأي العام والعمل بكل الوسائل الممكنة لإزالتها. مؤكدين في الوقت ذاته تمسكهم بمطالب المجموعة الإصلاحية باعتبارها مطالب مشروعة تعبر عن رغبة الشعب الإريتري. كما طالبوا المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في التحرك لكبح جماح تسلط المجموعة الإجرامية وعدوانيتها وإيقاف التنكيل بالشعب الإريتري وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تعج بهم سجون دكتاتور أسمرة الفائق عددها عدد أيام السنة. أنباؤنا هذه سيداتي سادتي تأتيكم من إريسات الفضائية المستقلة. مواصلة للإجراءات التعسفية التي تقوم بها العصابة الحاكمة في أسمرة المتمثلة في إغلاق المدارس الخاصة والمعاهد الدينية في ربوع البلاد، طالبت العصابة طلاب تلك المدارس بالتسجيل في المدارس الحكومية القريبة منهم، وهو ما اعتبره الطلاب وأولياء أمورهم عبثاً واستهتاراً بمصير أبنائهم نظراً لاختلاف المستوى والمنهج بين تلك المدارس والمدارس الحكومية، علماً بأن المدارس الخاصة تحظى بعناية ورعاية واهتمام خاص مقارنة بنظيراتها الحكومية، وهو ما سبب للطلاب صدمة واضطراباً بفرض واقع جديد عليهم قد يدفعهم إلى مقاطعة الدراسة، ما ينذر بكارثة جديدة تهدد مستقبل العملية التربوية لآلاف الطلاب في المدارس والمعاهد، وهو ما تعمل من أجله العصابة الإجرامية الحاكمة المتمثلة في دكتاتور أسمرة والمتمثل في سياسته في عسكرة الطلاب وجعلهم وقوداً لحربه العبثية هنا وهناك. الجدير بالذكر أن المجموعة الدكتاتورية مارست ضغوطاً بشكل مستمر على المدارس والمعاهد الدينية،
حتى قامت أخيراً بإغلاقها دون أدنى اعتبار لخصوصية تلك المدارس والمعاهد الدينية، غير آبهة بمصير عشرات الآلاف من الدارسين إلى جانب تشريد المعلمين والإداريين عن مزاولة مهنتهم. في النبأ الأخير لهذه النشرة، وقع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر صباح الأربعاء في ولاية فيكتوريا بأستراليا، شعر بها السكان في جميع أنحاء ميلبورن ومناطق أبعد مثل سيدني وكامبرا العاصمة. وأكد المختصون أن هذا الزلزال قد يكون الزلزال الأقوى في تاريخ أستراليا. وسجل المركز أيضاً هزات ارتدادية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وأظهرت مقاطع فيديوهات وصور الأضرار الهيكلية للمباني في مدينة ميلبورن الداخلية. وقال مركز علوم الأرض الأسترالي أن مركز الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء الماضي حوالي 9:15 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا كان في منطقة تبعد حوالي 180 كيلومتر شمال شرق مدينة ميلبورن. وقد أجرت الرسات الفضائية المستقلة أجرت اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجالية الإثرية في مدينة ميلبورن الأستاذ أري محمد صالح للإطمئنان على أفراد الجالية سواء في ولاية فيكتوريا أو المناطق والولايات الأخرى التي ضربها الزلزال صباح الأربعاء. قال السيد أري: إن الإثريين كلهم بخير وليس هناك من تضرر مادياً أو نفسياً، داعياً الإثريين إلى توخي الحذر واستخدام التعليمات الخاصة أثناء وقوع الزلازل. بدورنا سيداتي سادتي نسأل الله أن يحفظ الإثريين أينما كانوا ويسلم البشرية من الزلازل والمحن. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قدمنا لكم من الرسات الفضائية المستقلة نشرة كاملة للأخبار. تحياتي أحمد الشريف وتحيات الزميلين العزيزين إدريس أبو هاشم وعوض تسفي يوهنس كداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.